جاءت مشاركتي أنا في مهرجان عرض الأزياء عن طريق جمعية المرأة العمانية، كأنا فتاة عمانية أعرض الملابس العمانية التقليدية. طبعا هاي فخر لي أنا وفخر لزميلاتي اللي كانوا معاي أنا في عرض الأزياء. طبعا إحنا كنا 37 فتاة تعرض هالعرض الأزياء العمانية. كان ما أقول لكم أيام مو متعبة، جدا أيام متعبة، بس الواحد لما يحب العمل يحب أنه يستمر في العمل يواصل. وكأنا عارضة أزياء عمانية أمنياتي أني أنا أكمل هذا العمل في عرض الأزياء العمانية. إذا جاءتني مشاركة ثانية طبعا أنا أكون أول وحدة أشارك في هذا العمل، وأتمنى الجميع التوفيق.